قصة هود عليه السلام. سيدنا هود نبي عربي، يقول عنه النبي لأبو ذر: الأنبياء من العرب أربعة، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. قوم سيدنا هود اسمهم عاد، ومكانهم كان في حتة اسمها الأحقاف، وهي بين اليمن وعمان. يقول الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. تعالوا نعيش القصة في خمس مشاهد. المشهد الأول مشهد القوة والثروة. يقول الله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. كانوا قوة اقتصادية وعسكرية ومعمارية هائلة. يقول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كان عندهم مزارع ومصانع وأبراج عالية، فاستكبروا وقالوا من أشد منا قوة. إياك تتكبر على الناس بنعم ربنا هو أصلا اللي وهبها لك. المشهد الثاني دعوة سيدنا هود كانت بالرفق واللين. سمي سيدنا هود بهذا الاسم من الهود، أي التأني، لأنه كان بيدعو قومه بتأني وهدوء ورحمة. اسمه بيدل على طريقته ورحمته. إياك والتشدد والعنف، فهو ليس من سنة الأنبياء. المشهد الثالث مشهد استغناء سيدنا هود عنهم. يقول الله تعالى: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني، لا أريد منكم شيئا، لا مال ولا حكم ولا سلطة. فمن أين يرتزق هود؟ بيشتغل بإيده، عمل حرفي، ومع ذلك أصروا على رفض رسالته والاستهزاء به. المشهد الرابع مشهد المعجزة. لكل نبي معجزة تدل على صدقه، فما هي معجزة هود؟ معجزته في قول الله تعالى حين قال لقومه: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. كأنه بيقول لهم: اجمعوا كل قوتكم ضدي وأنا وحدي، لكنكم مش هتقدروا تقربوا مني. المعجزة إنه هو تحداهم وحده، تحدى أقوى قوة في العالم جسما وقوة وثروة وكل ما يملكه: إني توكلت على الله ربي وربكم. تعلم أن تتوكل على الله حتى لو كل الدنيا ضدك. المشهد الخامس مشهد الإهلاك. وصل بيهم الكيد إن هم اللي طلبوا العذاب. يقول الله تعالى على لسانهم: قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الكبر والعناد والكفر بنعم الله هم سبب هلكهم. يقول الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. الريح الصرصر ريح عالية الصوت، شديدة القوة، شديدة البرودة. الملخص من كل اللي فات: إياك والكبر والعناد مع الله، إياك والكفر بنعم الله. تعلم أن تتوكل على الله تكن أقوى الناس. انشروها عشان يتعلم شبابنا وولادنا قصص الأنبياء.